أيكون بابك دون سؤلي موصدا؟ فبفضلك اللهم عشت موحدا، أيرد عندك من أتاك موحدا؟ سؤلي وكل توسلي لك خالقي هو أن أرافق في الجنان محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. دهشته أنوار النبوءة في حرى، فأتى خديجة بائسا متحيرا، فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدت تستفهم. صلوا على خير الأنام وسلموا. قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي، فأجاب لست بقارئ من مولدي، فتلا عليه اقرأ وربك أكرم. صلوا على خير الأنام وسلموا. قال ابن نوفل ذاك يؤثر عن نبي ينشى بمكة والمقام بيسرب، سيقوم بين مصدق ومكذب، وستكثر القتلى وينسفك الدم. صلوا على خير الأنام وسلموا. هذه علاماته وهذا نعته، والوصف في الكتب القديمة وصفه، ولو أنني أدركته لخدمته، وأطعته مع من يطيع ويخدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة كلها حلة فضفاضة، لبس القميص مرصعا. أيها الإخوة الحضور الكرام، نشكر لكم حضوركم المشرف الذي أثلج صدورنا وأدخل السرور علينا بدعوة كريمة من أولاد صقر الأفاضل الأكارم، أولاد الحاج أبو الفضل صقر وعنهم الحاج عاطف أبو الفضل صقر. جئنا لنحيي هذه الليلة الكريمة، ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على روح المرحوم الحاج محمود أبو الفضل صقر صاحب الوجه البشوش والقلب الطيب والسيرة النقية والسريرة الزكية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. معنا كوكبة من قراء ومبتهلي إذاعة القرآن الكريم لتحيي هذا الحفل إن شاء الله تعالى، نستهله بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا أحد أعلام دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية، وقارئ مصر والعالمين العربي والإسلامي، والقارئ الراتب لقناة الفتح الفضائية، والحائز على جائزة المزمار الذهبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونجل الشيخ أحمد زكي بدر الدين السيسي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة مراجعة المصحف الشريف. الله أسأل أن يلهمه التوفيق والسداد، فليتفضل فضيلة الشيخ خالد أحمد زكي للصعود إلى منصة التلاوة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يبلغون رسالات الله
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان في المؤمنين رحيما تحيتهم Oh, yeah.
وأعد لهم أجرا كريما. يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله الله.